الإمارات على موعد مع أحوال جوية غير مستقرة للغاية خلال الساعات والأيام القادمة، التفاصيل بعد هذا الفاصل. تشير آخر الخرائط الجوية هنا في مركز طقس العرب إلى أن أحوالا جوية غير مستقرة يتوقع أن تؤثر على أجزاء مختلفة من دولة الإمارات. خلال ساعات ليلة الجمعة على السبت وصباح يوم السبت تتوقع أن تتقدم سحب ركامية رعدية قادمة من الخليج العربي باتجاه الإمارات الشمالية بمشيئة الله تعالى، تشمل كل من أبوظبي ودبي وأيضا الشارقة بالإضافة إلى أجزاء من رأس الخيمة وربما أيضا عجمان. هذه السحب والغيوم الركامية الرعدية الماطرة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا بما يكفي وتؤدي لجريان الأودية وتشكل السيول في بعض من المناطق خاصة تلك الواقعة فوق أو في المرتفعات الجبلية. خلال ساعات نهار يوم السبت يتوقع أن تحرك هذه السحب والغيوم الرعدية نحو الشرق وتؤثر أيضا على المناطق المطلة على بحر عمان وتصل لاحقا إلى أيضا سلطنة عمان مع بقاء بعض السحب الركامية التي تأتي من البحر من الخليج العربي تحديدا نحو بعض المناطق الشمالية من الدولة. خلال أيضا ساعات نهار يوم السبت يتوقع أن تتكرر تدفق المزيد من السحب الركامية كما نلاحظ الرعدية الماطرة من الخليج العربي باتجاه المناطق الشمالية من دولة الإمارات، وبالتالي تصبح هذه المناطق بين وقت وآخر على عرضة لأن تتعرض لزخات رعدية من الأمطار، وتشمل أيضا هذه الفرص المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية من المملكة. أما طبعا يوم الاثنين القادم فمن المتوقع أيضا أن تتأثر الدولة بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تتمثل بدخول هواء بارد إلى داخل الخليج، وبالتالي تدريجيا اعتبارا من ساعات تقريبا ظهري وعصري يوم الاثنين تتأثر المناطق الشمالية الشرقية من الدولة بأمطار رعدية مجددا تمتد بشكل تدريجي إلى باقي دولة الإمارات مع ساعات المساء وليلة الاثنين على الثلاثاء، بحيث تعم الأمطار مناطق مختلفة من الإمارات ليلة الاثنين على الثلاثاء، ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يصبح هذا الحزام ممطرا ويمتد إلى داخل مناطق الربع الخالي مرورا في أغلب مناطق دولة الإمارات ووصولا إلى أجزاء من أيضا سلطنة عمان بمشيئة الله تعالى. مع ساعات صباح يوم الثلاثاء يتحرك هذا الحزام الممطر نحو الجنوب ليصل إلى مناطق سلطنة عمان. إذا هذه التوقعات بشكل عام لدولة الإمارات. المركز الوطني للأرصاد قد أصدر بعض التنبيهات الهامة للتعامل مع هذه أيضا الحالة الجوية المتوقعة التي تأتي جزء من حالة شاملة تتأثر بها معظم مناطق دول الخليج خلال هذه الأيام. أيضا الخرائط الجوية الصادرة عن المراكز العالمية للفترات البعيدة ما زالت مبشرة بالمزيد من الحالات الجوية بمشيئة الله تعالى على دول الخليج بما في ذلك سلطنة عمان ودولة الإمارات. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.